يا ذكرت سابقا من اكثر الاشياء اللي لازم تسويها اثناء قودك الحصان، لما الحصان يكون خايف من شيء خوف زايد عن اللزوم جنبه، مفروض تصير انت بينه وبين الشيء، مثلا لو حرب عكس الشيء يسهل عليك توجيهه له، لكن لو كان الحصان خايف من شيء وهو بينك وبين الشيء المخيف، لو خاف اندفع عليك بسهوله. بس طبعا كل ما تحسن ركوبك، كل ما تجرأت على شيء ده زياده كوزن، تبغى تعدل التحكم بالرقبه الخارجيه، تبغى تعلم انك قادر على رد على الهروب عن الشيء حتى لو كان هو بينك وبينه. لما تقاوده وهو بينك وبين الشيء اللي خايف منه، مرات تحس ان حصانك هم حصان موزون ما يقدر يندفع عليك، يحاول يندفع قدام شوي. يعني مثلا انا قاعده جنب جدار زي كذا، او مثلا خايف من حصان، خايف من سياره الى اخره، يحاول يخطم عليك زي ما ذكرت سابقا، ياخذ مساحتك. اهم نقطه في الحاله هذه ان اي محاوله خطم او اي محاوله اندفاع انت ما تبغاها، مواكبتك الصحيحه لها تؤدي الى تخفيف وقوفه. يعني فرضا يبغى يلحق شيء معين، مثلا صفني حصان يبغى يلحق الحصان، او خايف من شيء معين يبغى يوخر عنه، وحاول يخطم، مواكبتي له اصلا مفروض، يعني هنا ما راح يجرى انه موزون، بس لو بعطيه فرصه فرضا يروح وانا بوقف، كيف اوقف؟ لو انا برجع رجع، فباك لو اصلا هو حاول. فاي محاوله للاندفاع من قبل الحصان عشان يوخر عن الشيء اللي خايف منه، لو لحظات فقط، مفروض مواكبتك لها بدون ما تدري ان اندفع لانك مغمض، مواكبتك اللي سواه برقبته يخليه يخفف عند الشيء يرجع له. فلا تخلي الحصان يتجرأ انه يخطم عليك شوي ويندفع لانه خايف من شيء يسارك وانت يمينه، مفروض يعرف انك قادر على رده بسهوله. زي هنا مثلا لما اقعد بيد واحده فقط واصور يحاول يلعب يعض بيد داخله، لا ما اسوي اي شيء، مجرد مواكبتي له تخليه لما يوخر عني زياده يرجع لي، ولما يجيني زياده يحاول يعض يلعب يوخر عني، معني بيد واحده بيد اصور فمثله كان بيدين. فالفكره مواكبتك لاندفاع الحصان في اي حاله من الحالات، مفروض تخلي الاندفاع يتحول الى تراجع، حتى لو كان الاندفاع هذا خوف او جفله او رغبه بخيل وغيره، بل بالعكس بالذات لما يكون رغبه او جفله او خوف وغيره. ليش؟ انه بيسوي بقوه، بيسوي الثلاث زياده، بيسحب زياده، بيفضي زياده، بيتكي زياده، فيبالغ في الارضاء. زي هنا لما يحاول يعرض يحاول يلعب يبالغ في الثلاث، فيعطيني فرصه اسوي اللي انا ابغاه. كذلك لو وقفت بسهوله اعطاني ما اريد حتى بعد الحركه يسواها، كذلك لو برجعه رجع بسهوله، لو باخذ الاتجاه اعطاني بسهوله، لانه باختصار يعرف انه لو قاوم مقاومه اي امر من الثلاث اوامر اللي سويتها هذه، اللي هي وقوف او الرجوع للخلف او تغيير الاتجاه، بيقاوم عكس. يعني بتوقف بيمشي قدام، بترجع ورا بيندفع قدام، بتمشي صار بيندفع يمين. كل الاندفاعات هذه بيسويها عن طريق الثلاث، مواكبتي للثلاث بيخليه يعطيني اللي ابغاه زياده، عشان كذا اصلا ما يقاوم، يعطيك مرجع على طول، لانه يعرف انه لو قاوم مش بيصير. عكس المدرب خطا وطرق الركوب الاخرى، يعرف انه لو قاوم بتقاومه، فيستغل مقاومتك عليك فينجح فيما يريد.